السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنشوف قازم الساهر بينفعل ويرد على خبر ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. في البداية وقبل أي حاجة حابين نشكركم على دعمكم المستمر لينا، سواء باللايك أو الشير أو الكومنتس. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. ايه الحكاية بقى وايه الموضوع؟ الحكاية بدأت مع خبر انتشر خلال الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباط الفنان كاظم الساهر والفنانة شيرين عبد الوهاب. والحقيقة الخبر ده او الإشاعة دي، لانها اكيد إشاعة اصلا محدش يصدقها، اعتمدت على ان كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب هيحيوا حفلة في أبو ظبي يوم 4 مايو. وقالت الإشاعة كمان إن بتربطهم علاقة حب بقالها كام شهر، وده اللي خلى الفنان كاظم الساهر يرد بسرعة على الإشاعة دي بانفعال شديد جدا. وقال كاظم الساهر: أولا أنا مش ناوي أتجوز خالص في الفترة دي، خصوصا بعد وفاة زوجتي وأم أبنائي السيدة عروبة الساهر. ثانيا إزاي أتجوز واحدة متجوزة؟ لأنه أكد إن مدير أعمالها مرة اتصل بيها في البيت فرد عليه حسام حبيب، وده بيأكد إن هما ما انفصلوش ولا أي حاجة، على عكس كلام شيرين عبد الوهاب نفسها اللي أكدت أكتر من مرة إنها انفصلت بشكل نهائي عن حسام حبيب. والكلام ده برضو كان أكده الموسيقار حلمي بكر اللي قال إن كل الكلام اللي بيقول إن شيرين وحسام حبيب اتطلقوا كذب ومش حقيقي، وإن شيرين لسه زوجة حسام حبيب. وده اللي خلى كاظم الساهر يقول: ازاي اتجوز واحدة اصلا متجوزة؟ ثم اني مش ناوي اتجوز خالص في الفترة دي. على فكرة يا جماعة، كاظم الساهر مش صغير، ده عنده 65 سنة، بس مش معنى كده ان لسنه 65 سنة ما يتجوز، لا طبعا من حقه يتجوز، لكن احنا قصدنا نقول ان فنان كبير بحجم كاظم الساهر بيقدر العلاقات الانسانية وبيقدر الزمالة في الشغل بينه وبين كل الفنانين، وأظن أن كل الفنانين في مصر أو في كل الوطن العربي بيكنوا ليه كل الاحترام والتقدير والحب، وإحنا كلنا كجمهور مصري بنكن ليه كل حب وتقدير، وأنا على المستوى الشخصي بكن ليه كل حب واحترام نظراً لذوقه الراقي في اختياره الكلمات أغانيه والصوت الرائع. على أي حال هو نفى بنفسه الإشاعة دي بشكل نهائي، وقال إن يسعدني ويشرفني إن ارتبط بإنسانة بأخلاق وثقافة شيرين عبد الوهاب وبمكانتها الفنية، لكن أنا مش ناوي أتجوز في الفترة الحالية. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.